ايوه عادل، بقول لك يلا عادل. خلاص لعبت لعبت قوي. خلاص يلا، بقينا اصحاب فلل وعربيات، والاشياء هتبقى معدن وهتحلو. بقول لك ايه، اسمع بس، سيبك من اي كلام، انت خلاص هتيجي تعيش معايا هنا في الفيلا. هتيجي تعيش معايا هنا، سيبك من شغل الحاره بقى والحوالي ده، خلاص ظبطت على الاخر. ماشي ماشي، اما ابقى اشوفك. سلام. يا احمد لعبت معاك، ولسه اللي جاي احلى. مش معنى ان كبرت يعني ولادي بقوا في السن ده ان خلاص حياتي انتهت. لا لا لا، انا ناوي ان شاء الله اعيش حياتي لاخر لحظه فيها بالطريقه اللي تناسبني. حاولت كتير افهمها ان انا بحب الحريه والانطلاق. فيها ايه يعني لما نسافر ونلف العالم؟ فيها ايه يعني لما نعمل الحاجات اللي كنا بنعملها واحنا عندنا 20 او 30 سنه؟ ايه المشكله؟ ولا حاجه، بس يمكن هي طبيعتها. لا انا عايز اللي يعيش معايا يحسسني ان قادر اعيش، الدنيا لسه فيها كتير. مش عيب يعني ان احب الدنيا واحب الحياه واحب اعيش، مش عيب. بالعكس، يا ريت الناس كلها زيك وبالتفاؤل ده. انا سعيد قوي اني اتعرفت عليكي، حاسس كده انك قريبه مني. انت عارفه اكتر حاجه بتعجبني فيكي ايه؟ صوابع. صوابع كنت بتعزف على البيانو. انت هتبقي هايله في العزف اكيد يعني. اه طبعا. مين دي؟ اختي. ايه ده؟ الله، ده انت عينك حلوة قوي. مين؟ عادل بيقول مساء الخير. تلاقيه بيهزر، انت عارفة عادل طيب. السيدة بينها مش هنا. أمال فين سمر؟ خرجت، أستاذ علاء جه وخدها. طب وسيدة؟ كانت هنا وبعدين خرجت هي كمان. أنا عارفة الولاية دي راحت فين. راحت فين يا كاميليا؟ ها؟ هقول لك بعدين. وأنت مالك؟ شايلة طاجن ستك أنت كمان ليه؟ أصل مجدي ما بيردش عليا. نعم يا أختي؟ لا، ده كده الأمور اتطورت خالص. بتصل بمجدي ما بيردش، أصل أنا قلقانة عليه قوي. هو في ايه؟ أنا بس خايفة عليه. وبعدين؟ أنا خايفة يكون حصل له حاجة يا كاميليا. أنتوا مش عارفين يعني إيه الواحد يكون حاسس إن هو ضعيف ومريض. كل دقيقة بتعدي عليه وكأنها سنين. طب ما تتصلي بيه تاني. ما جايز نايم ولا حاجة، بكرة هتشوفيه في المستشفى. ما هو بكرة إجازة. طب لو ما ردش نروح نسأل عليه. خايفة عليه؟ اوعي تخبي، او اوعي تكوني مكسوفه من مشاعرك. ما تخبيش مشاعرك ولا احساسك، حتى لو كانت مشاعرك اتغيرت من فكره انه الدكتور اللي بيعالجك وبقت اي حاجه تانيه اهم. مش عارفه يا كاميليا. مش عارفه يا كاميليا؟ لا، انت لازم تعرفي كويس وتعرفي انت رايحه على فين. هي مش سايبه. انتوا عارفين ايه احلى حاجه حصلت النهارده؟ ايه؟ اني اتكلمت مع منى. حسيت ان الدنيا وسعت عليا، ما بقتش خايفه من حاجه ولا قلقانه من اي حاجه. تصوري ان انا بعد ما خلصت كلامي معاها اكتشفت ان انا بحب احمد اكتر من الاول بكتير. لا يا شيخ، انت ما قلتليش كده. ما انا لسه بقول ان انا حسيت كده بعد ما خلصنا كلام مع بعض. حسيت اني فضفضت بكل حاجه جوه قلبي مخوفين. ما بقتش حاسه اني خايفه من حاجه. عشان كده انا بقول لك، لو شايفه ان الدكتور مجدي هو مناسب ليكي وانت عايزاه، اوعي تبعدي عنه. حتى لو هو بعد،
انت عمرك ما هتحبي 100 مره، هتحبي مره واحده بس، ومش هتعيشي غير مره واحده بس. والراجل لما بيبقى جنب الست ما بيجيش غير مره واحده بس. عارفين انا كنت عايشه حياتي كلها متوتره وحزينه، على طول سايبه بيت جوزي وقاعده معاكم. عارفين ليه؟ ليه؟ عشان طول الوقت كنت بفكر في احمد، طول الوقت كنت بقول لنفسي لو كنت اتجوزت احمد اكيد كنت هبقى اسعد. من يوم ما اتجوزت ما بفكرش غير فيه، حتى لما بخرج أنا وجوزي كنت بفكر في أحمد. لما كنا بنسافر كنت ببقى بس مع أحمد. باختصار عايشة حياتي كلها مع أحمد. بس أنت حياتك كانت صعبة قوي كده يا كاميليا. قولي كنت ميتة. طب افرضي كنت اتجوزتي احمد وطلع مش زي ما كنت عاوزه، عمر عقلي ما كان هيقبل الافكار دي، لان الاحلام والمشاعر الجميله اللي حسيت بيها لاول مره كانت معاه. تعرفوا ان انا في لحظه حسيت ان انا بتمنى اني اموت، او ان احمد هو اللي يموت. للدرجه دي كرهت نفسي اول جوازي، من كتر ما انا كنت حاسه قد ايه انا بعيده عن الراجل اللي اتجوزته، وقد ايه قريبه من حد تاني حتى لو كان في خيالي. كل اللي كنت بحاول اعمله اني ابين اني اكون طبيعيه سعيده مبسوطه. طب ازاي يا كاميليا؟ ده انت كنتي بتقولي انك بتحبيه وانه كويس. ايوه، لأني كنت فاكرة إن هي دي حياتي، هو ده شكلها، كنت خلاص اتأقلمت عليها وكنت موافقة. أقول لكم على حاجة ما حدش يعرفها. إيه؟ بابا اتكلم معايا كلام غريب قوي، كلام لدرجة إنه حس بيا، وبقيت بقول لنفسي أنا عملت إيه علشان يحس بيا للدرجة دي. عارفين قال لي إيه؟ قال لك إيه؟ قال لي حبي نفسك يا كاميليا، حبي نفسك وما تقلليش منها مهما كان. قال لي الست لازم تحب نفسها عشان تبقى غالية، ويبقى صعب أي حد يوصل لها. قال لي الست لازم تحب نفسها عشان بتبقى جنة على الأرض، بتبقى غالية على روحها وغالية على اللي حواليها. طب إزاي أحس بيكي وإحنا حتى ما لاحظناش؟ مش عارف. بابا طول عمره بيحس بينا كلنا، لدرجة اني كنت بقول عليه خاوي. الحقيقة وأنا في الجامعة كنت حاطط خطة لحياتي مختلفة تماماً. إيه ده بجد؟ طب ممكن تقولها لي ولا أضايقك؟ لا طبعاً أقولها لك. أنا كل اللي كان في دماغي إن إزاي أهاجر وأسيب البلد. معقولة؟ آه والله، شكلك مستغربة.
طبعا، لان انت انسان وطني جدا، وكل كلامك عن البلد واهميتها قد ايه. ازاي تفكر انت تهاجر؟ انا اقول لك الموضوع جه ازاي. لما كنت طالب في الجامعه انا ما كنتش طايق حاجه خالص في البلد. والله زي ما بقول لك كده، حتى الناس كنت حاسس انها مستحيل انها تتغير. بس بعد ما خلصت الجامعه واشتغلت في الصحافه واحتكيت بالناس، صممت ان مهمتي تكون تغيير الناس. مصلح اجتماعي يعني. وخبير سياسي كمان. اوعي تتخيلي ان السياسه بعيده عن اللي الناس عايزاه. لا خالص، انا شخصيا مثلا محافظ على مكانتي دي لحد دلوقتي، ومحدش يقدر يقرب لي. ليه؟ ليه؟ عشان انا مع الناس. الناس بتدافع عني لو اي حاجه حصلت لي او اي حد هاجمني، ولو اختفيت شويه يقول وهو راح فين. صدقيني القوه الحقيقيه انا بستمدها من الناس نفسهم. طب سوري يعني انا هقول لك كده يعني، بس انا اي كلام بسمعه عن السياسيين بيبقى كلام وحش جدا. لا مش كلهم، معلش. انت ليه ما اكلتيش طيب؟ بصراحه عامله دايت، بس عشان خاطرك هاكل جزر وقيار. اتفضل. مساء الخير. اهلا. مساء النور. مساء النور. ازيك؟ ازيك يا مروه؟ الحمد لله. انا احمد، ابقى ابن عمه مروه. اهلا وسهلا. اهلا بيك. انا مبسوط اول مره ان انا شفتك. ايه الصدفه الجميله دي؟ انا كمان مبسوطه ان شفتك. اصل انا بقالي كتير ما شفتهاش. بنت عمتي وبقالي بنت خالي ولا ايه؟ معلش البرجل شويه، انا اسف. انا سعيد قوي ان انا شفت حضرتك النهارده والله. استاذ وجيه، اهلا وسهلا. طبعا غني عن التعريف. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. اتفضل لو حابب تقعد معانا. لو مش هضايقكوا او حاجه. لا خالص، العفو. اتفضل اتفضل اتفضل. ازيك يا احمد؟ ازيك يا مرة؟ غريبه يعني. يعني بشوف حياتك تطلع في التلفزيون وتتكلم عن الحياه الطبيعيه والحياه اللي هي بعيده عن البذخ وكده، فجاه الاقيك في مكان شيك زي ده. طب وفين المشكله؟ أنا مؤمن بكل كلمة بقولها، مش معنى إن أنا موجود في مكان زي ده أبقى بقول عكس اللي أنا مؤمن بيه.